بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. البين كنترول، انت كدكتور اسنان دكتور، بس ثواني بعد اذنك عشان الصوت اتقطع عند حضرتك. طيب كده كده اشتغل يا تمام دكتور. كده. تمام. البين كنترول، خلاص هنبدأ بقى. البين كنترول، انت كدكتور اسنان غالبا هيجي لك العيان يشتكي من بين. طيب الالم اللي بيشتكي منه المريض ده، بسم الله، جاي منين؟ ممكن الالم ده يبقى نون اودونتوجينيك او اودونتوجينيك اوريجين، يبقى مصدره يا اما نون اودونتوجينيك يا اما اودونتوجينيك. هناخد النون اودونتوجينيك الاول عشان هم حاجات بسيطه وهنخلصه. ممكن يبقى عنده ساينوسايتس، يعني عنده انفلاميشن في الماكسيلاري ساينس، تمام، او في النيزل ساينس، اوكسيبيتال ساينس، اي ساينسز لو فيها انفلاميشن ممكن تعمل له بين، تمام، او في التي ام جي عنده بين جاي من التي ام جي. او يا دكتور معلش حضرتك عملت لحضرتك ميوت بالغلط يا دكتور انا معلش. تاني مره، انا دلوقتي فتحت الصوت على كده. تمام. طيب الحاجه الثالثه، ممكن يجي لك عيان بريفيرد بين ليه علاقه بالنيرف ديستريبيوشن. طيب في مره جات مريضه تشتكي من الم، والالم ده بتشتكي من الم في اللور مولرز، نكشف ما فيش حاجه، كان عندها امبلانت عاملاه قبل كده اكس راي كله سليم، الالم بيزيد يا دكتور، الالم بيزيد، طب نعمل بانوراما، عملنا ما فيش امباكشن، ما فيش اي حاجه، تي ام جي كويس، طلع ان عندها مشكله فين؟ في السيرفايكال نيرف. يعني ايه؟ يعني الفرتبرا في منها نيرفز بتطلع، ففي السيرفايكال نيرف دخل على النيك فكان عامل لها بين، فانا حولتها لدكتور مخ واعصاب فاكتشف القصه دي وعالجها منها وخفت. تمام، ليه؟ لان هو ليه معاها حاجات تانية، يعني بتبص لفوق مش قادره تبص لفوق، بتبص شمال لا مش عارفه، بس بتعرف تبص يمين كويس، فبص ليه ان في مشكله في السيرفايكال نيرف فده اديها علاج. يبقى ممكن يكون المشكله جايه اساسا من السيرفايكال بين، وهي تجي لك علشان عايزه تحل مشكله البين اللي هو في الاسنان وهو مش منه. طيب اوكي، ده في الاوروفيشيال بين اللي هو جاي من مصدر نون اودونتوجينيك. تمام، طيب ممكن يبقى اودونتوجينيك، اودونتوجينيك جاي منين؟ من ذا تيث اور سبورتنج ستراكشرز، اللي هي ايه؟ البون، البرودونتال ليجامنت، الجنجفا، دي مسببات للالم، بيرودونتال بوكيت، وده كتير جدا يعني. تمام، فانت ممكن عشان تشخص الحاله تبقى شايف ان عندك اكتر من مسبب للالم، فانت لازم تقيم مصادر الالم دي وتربط ما بين الاعراض اللي العيان حاسس بيها والمشكله اللي انت لقيتها في كلينيكال اكزامينشن. تمام، يعني هو مثلا جاي يشتكي في بين مثلا، في سيمبل كيرز، وانت كشفت السيمبل كيرز والالم ما بينومنيش والالم مستمر والالم لوحده كلام ما يدلش على ان السيمبل كيرز ده يعمله، السيمبل كيرز هيعمل بين والسويتي فودز بس، يعني تعمل اكس راي تشوف المشكله جايه منين. ممكن يبقى في نفس السكس ده بروكسيمال كيرز، او في امباكشن امباكتد لور 8 او ابر بس عامل ريفيرد بين في اللور. يبقى انت لازم تعمل اكزامينيشن وتعمل ترابط ما بين الداتا اللي بتاخدها من العيان والكلينيكال اكزامينيشن اللي انت كشفت عليه. البلب اوريجن هو احد مصادر الالم القويه جدا، تمام، جاي من السي فايبرز اللي موجوده في النيرف، الاكيوت بالبايتس، وتشابه مع الاكيوت بيرودونتايتس في احساس العيان بالالم. تمام، بيرودونتايتس هو انفلاميشن في البيرودونتال تيشو، جنجيفا، بون، بيرودونتال ليجامنت. تمام، جميل. طب واحد يا عنده دكتور بعد اذنك، الداتا اللي حضرتك بتشرح منها مش باين عندنا. ازاي يعني؟ ما احنا عاملين سكرين اهو، انا اللي ظاهر قدامي الفولدر اللي مفتوح، الفولدر بس مش عارف المشكله دي عندنا ولا عند الناس كلها. لا موجوده عندي برضه. عملت لي هوست كل يا دكتور في الكل عند الناس كلها يا دكتور. حضرتك عملت لي هوست يا دكتور قبل ما تشغل الباوربوينت؟ ما اعرفش مش فاكر. طب اعمل حضرتك هوست تاني ولا؟
ماشي تمام. طيب كده يا جماعه شرايح ظاهره؟ لا يا دكتور هعمل حضرتك بص اهو. طيب يلا مني العب ثاني. كده ظهرت بل ايوه كده تمام يا دكتور ظهرت كده اه تمام كده اه كده مظبوط ماشي ايوه دكتور. طيب يبقى احنا وصلنا ان البين كنترول عايزين نشوف البين ده جاي منين. ليه حاجه من اثنين، يا اما اودونتوجينيك يا اما نان اودونتوجينيك. النان اودونتوجينيك خلصناهم وبدانا نشتغل في الاودونتوجينيك، يا اما بلبل اوريجين يا اما بريدونتال اوريجين. البلبل اوريجين اللي هو حاجه ليها علاقه بالبلب، ممكن يبقى كيرز، ممكن يبقى فراكشر في السنه، ممكن يبقى كراك حصل له بروباجيشن ودخل في البلب، ممكن يبقى بيريودونتال اوريجين وبدا يوصل للنيرف برضه اللي هو اندوبيريوليجن، يعني بدا ببيريودونتال جينجيفايتس وبعد كده بيريودونتال ديزيز بوكيت، بعدين حصل بون ريزوربشن بدا يدخل لحد الايدكس، يبقى ده اسمه ايه؟ بيريو اندوبيريوليجن. وده من اصعب الحاجات في علاجها، يعني بياخد وقت طويل جدا والبروجنوزس بتاعه مش كويس. بيقول لك في 10 عايزين يدخلوا الروم. طيب نعمل لهم ادميت. يا نعمان انت معايا؟ حضرتك يا دكتور لو حضرتك عايز ممكن ترجع للهوست تاني. هرجع على الهوست تاني حاضر. ميك ا هوست. يس. انت تمام. كده هوست. تمام يا دكتور انا مع الناس اللي موجوده. ربنا يبارك فيك. طيب ماشي احنا عايزين نقيم بقى الالم ده ايه اخباره، فانت هتعمل اول حاجه اكزامينيشن، هتعمل بيركشن تيست تابنج على السنه وتبدا تشوف. طبعا لازم تعمل بيركشن على النيبورنج تيس الاول على السنه اللي جنبها، يعني مثلا المشكله في الفايف تعمل في الفور وفي السكس، هيقول لك لا لا نيجاتيف في الاثنين، وبعدين تبدا تعمل في الفايف، قال لك في بين يبقى تعرف ان ده بوزيتيف، يبقى ادانا بين وذ بيركشن بوزيتيف. ممكن تكرر الحكايه مرتين ثلاثه بس بعد شويه، يعني اعمل اكزامينيشن على الناحيه الثانيه وبعدين ابدا اعمل بركشن اتاكد بس، لان اول خبطه ممكن العيان يبقى مش متوقعها فيتخض منها فيقول لك انا حاسس بالم، فما تخبطش دايما على السنه الاوفندنج اللي فيها المشكله اول واحده. بعدين تعمل بالبيشن، ابدا ادخل بالفينجر وابدا اشوف بقى هل في سويلنج حوالين الانسجه دي ولا لا. طب السويلنج ده هل هو لو موجود هل هو هارد ولا سوفت؟ طب ما فيش سويلنج يبقى المشكله انترا انترنال في البون او في السنه نفسها، لو في سويلنج يبقى بدات تطلع بقى لحد ايه؟ لحد البون او لحد السوفت تيشو. ممكن تعمل سيرمال تيست علشان تشوف هل دي فايتال ولا نون فايتال، ولو ادالك ريسبونس مبكر تتوقع اني غالبا السنه دي البلب بتاعها فيه مشكله، يعني ايه؟ يعني انت حطيت على السنه اللي جنبها وبعد 10 ثواني بدا العيان يحس بالم. السنه دي اول ما الايس او التلج او صباع التلج اللي انت كنت عامله لمسها بدا يحس بالم على طول، يبقى السنه دي مور سنسيتيف، يبقى احتماليه ان البلب بتاعها يبقى انفليمد هتكون اعلى. او البايتنج بريشرز، البايتنج بريشرز يعني انك هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان العيان بيقول لك انا عندي بين ويز بريشر، لما اضغط على السنه او احط اي حاجه ما بين سناني بحس بالم. هتحط له صباع قطن اللي هو الكوتون رول ويضغط عليه تبدا تشوف ليه هو حاسس بالم. ممكن ده بيبقى بسبب اوفر هانجد ريستوريشن او بسبب ابيكال بيريودونتايتس او بسبب ابسس او بسبب كراك. هتبدا تقيم بقى انهي واحد من الاختيارات دي اقرب ان هو يكون هو المسبب الاصلي. مش عارف ليه في خط كده اترسم بالعرض في الشاشه. لا واحد هو اللي شخبط ده يا دكتور، يا ريت يشيلها، انا ما اعرفش هو مين بس يا ريت يشيلها. واحد بيشخبط في الشاشه بتاعتنا ليه؟ فيو اوبشن من فيو اوبشنز وانور يلعب يلعب اه من فيو اوبشن يا شباب اللي عملت يشيلها تاني. ساعدني ساعدني الناس شيلها بقى خلاص. يبقى احنا بنشتغل من الدايجنوزس علشان نعرف المشكله اللي حصلت دي اعراضها ايه، والكلينيكال داتا اللي انا خدتها من العيان ايه. احتجت اكس راي هعمل دي بقى دايجنوستيك ايدز، يعني حاجه مساعده بالنسبه لي. طيب لو الالم ده بيحصل سبونتينيوسلي تتوقع ان هو ليه علاقه اكتر بايه؟ بالنيرف، بالنيرف او بما يقارب النيرف في شده الالم، زي ايه؟ زي
السيمنتم، يعني عيان عنده جنجيفال ريسيشن او عيان عنده بيريدونتال بوكيت، فالسيمنتم سنسيتيف خلاص، فالمكان ده فيري سنسيتيف لاي ستيمولس، ممكن يعمل سيفير بين لان السيمنتم المفروض يكون اميرجد في البون. تمام، طيب يبقى ده ممكن يبقى مشكله في البيريدونتال ديزيز. طيب الفرق ما بين الريفرسابل والريفرسابل بالبايتس، هقول لك على فرق جوهري جدا. طبعا الفرق الهيستولوجي هو اكثر وضوحا، لكن لما تيجي تعمل ستيميوليشن ويز كولد يقول لك انا حاسس بالم مع السائع بس بيستمر. لو الالم ده بيستمر افتر ريموفال اوف ذا ستيمولس لوقت معين 10 ثواني 5 ثواني وقت شورت ديوريشن، ممكن يبقى ريفرسابل بالبايتس. لو هو بيستمر اكتر من دقيقه بيفضل مستمر معاه اكتر، يبقى تتوقع ان هو الريفرسابل بالبايتس. طب هو ريفرسابل ولا الريفرسابل؟ انا هتاكد ازاي؟ اول حاجه هشيل الكيرس كله، لقيت ان في اكزيوديت سيفير وهيموريج ومش راضي يقف، يبقى اتوقع ان ده ايه، ريفرسابل ولا الريفرسابل؟ الريفرسابل بالظبط، الريفرسابل. ليه؟ لان في انفلاميشن في البلاد فيسلز ومليانه اكزيوديت، ومجرد ما حصل اكسبوجر بتفضي البريشر اللي موجود فيها. طيب لا، ده انا بعد ما شلت الكيرز لقيت ان مينيوت اكسبوجر، او الكيرز لسه ما عملش اكسبوجر، ده سب مايكروسكوبيك اكسبوجرز، حطيت لاينر وحطيت تمبري فيلينج، حصل بين ريليف، يبقى ده كان ايه، ريفرسابل بالبايتس. طيب هما الاثنين في الاكس راي ممكن ما يظهروش. لو كان اكيوت بالبايتس ده معناه ان الالم بيكون دايما مستمر وبيحصل من غير ستيمولس، يبقى ده توقع ان هو ايه، اكيوت بالبايتس. ولو زاد شويه هيبقى ويز ابيكال بيريدونتايتس، ولو زاد شويه هيبقى ابسس. طيب الكيرز ممكن يعمل بين زي الحاله اللي فيها كلاس 5 دي، وممكن احيانا من غير ستيمولس ما يعملش كرونيك، حاله كرونيك بين، كرونيك كيرز، العين حاسس بالم بسيط، ده بيوجعني بس لما اكل سكريات بس. ليه؟ عشان الانامل بدا يحصل فيه ايه، انفيجن. لكن البواقي اللي فود ديبرز وبواقي من الكيرز دي عامله ايزوليشن بنسبه معينه، يعني مش للدرجه، لكن لما تيجي ببروب بتلمس الاماكن دي تبدا تعمل بين. تمام، يبقى ده كيرز ايه، تتوقع انه نوت اكسبوزد. هتشيل الكيرز ده هتلاقي الكيرز ماشي بالجنب اكتر من انه ماشي فيرتيكال خلاص، فبالتالي ممكن الدبس بتاعه ما يبقاش كبير. طيب البيشنت اند بين، هل في فروق في العيانين في احساسهم بالالم؟ طبعا في النورمال بيشنت، النورمال بيشنت هيقول لك، هيشرح لك الالم ويتوقع ويتقبل العلاج بتاعك بشكل بسيط بشكل طبيعي يعني، ويفهم المرض، ولازم تقول له، قول له انت عندك التهاب في العصب، انت عندك كذا، بالطريقه اللي هو هيفهمها يعني. ابريهنسيف بيشنت، لو عيان خواف جدا احساسه بالالم اللي هو جاي لك بيه هيبقى اصلا شديد، وكمان ما تقدرش تشتغل له في حاجه صعبه من الاول لانك هتفقد ثقته. واحد فيري ابريهنسيف مرعوب ومش قادر يقعد على اليونت ومش قادر تكشف عليه، ده هياخد مهدئات الاول قبل ما تشتغل بنص ساعه عشان يهدى، وبعدين تكشف عليه، ولو اضطريت تديله جنرال انستيزيا يبقى هو ده الحل المتاح. حاول تشجع العيان انه يقعد على الكرسي اللي هو الفيري ابريهنسيف ده. اكزامينيشن ويزاوت انسترومنت، بص بس في بقه كده او بالكثير بالميرور. تمام، اعمل له، لو هو طبعا مش جايب اكيوت بين، اعمل له بولشنج في الاول واكسب ثقته عشان تقدر تشتغل معاه. جرب في اللوكال انستيزيا الاول، وبعدين لو ما نفعش يبقى جرب في الجنرال انستيزيا. طيب الانسترومنت بقى، اسباب فاكتورز افكت، لحظه، يبقى ده العيان اللي بيخاف. فاكتورز افكتنج بين برودكشن، الكيرز الديب كيرز هيعمل بين اكتر، منطقي جدا. وانت بتشيل الكيرز لو انت بدات تعمل كاتنج اكتر هتعمل مور بين، لو الروتري انسترومنت هتعمل بين اكتر من هاند انسترومنت، عملت تروما للجنجيفا والبالب تيشو هتعمل بين. امبروبر هاندلنج، يعني عيان ابريهنسيف وانت ما تعاملتش معاه بالمنطق، هي هو هيحس بالم بشكل اكتر من العادي خلاص. وانت شغال في هيت جنريشن يسبب الم، في فايبريشن في الكونترا اكسنتريسيتي برضه تعمل الم، فيزيكال اند كيميكال اريتيشن جايه من الديهايدريشن نشفت بزياده، او سترونج دراجز انت حطيت مثلا الاسيتون، لو انت بتعمل بوندنج والعيان مش واخد انستيزيا الاتش مش هيوجعه، بس السولفنت الكحول والاسيتون لما تيجي تلمس السن هيبدا يتالم. يعني هو لو جاي لك بكافيتي مثلا فيها ابريجن وانت نويت انك تعمله ريستوريشن، وخلاص مش هعمل كافيتي انا هحط ريستوريشن على طول، ايه الحاجه اللي هتوجعه اول ما تبدا تشتغل؟ البوندنج ايجنت لما تيجي تحطه عشان فيه سولفنت. طيب
الهاند كاتنج انسترومنت القلم هيبقى بسيط شارب، محتاج شارب هاند كاتنج انسترومنت والفورس الابلايت هتبقى ضعيف. طيب الروتري انسترومنت الهيت هيجي منين؟ لو انت شغال بتولز بلانت بيرز محتاج احتكاك اكتر، بريشر اكتر، هيت جنريشن وبين. السيفيريتي اوف بين ليها علاقه بالتبيولز، الدنتينال تبيولز اللي انت هتقطعها. الهيت بيحصل له ديستريبيوتد في البير، الدنتين، الاتموسفير. فلو في ووتر جاي عليهم ككولنت وبيبرد البير، لازم الكولنت يبقى دايركتد على البير نفسه، تمام؟ يبقى ساعتها المتوقع ان البير سخونته هتقل، الدنتين سخونته هتقل، والاتموسفير اللي حواليها هيكون اقل. ويفضل كمان ان الكولنت يا جماعه يبقى في شكل سبراي، ما يبقاش في شكل ايه فلو من الووتر بس. سبراي هو افضل حاجه عشان انفايرومنت كمان تبقى كولدت سترونج زي الديس انفكتنت. لو دي كافيتي وحطيت انتيسيبتيك زي الكحول ولا حاجه هتكون مؤلمه، والاير جيت لو انت بتنشف ده بيعمل ايه؟ بيعمل بين سنسيشن. وحاجات تانية زي ايه؟ زي الكلام بتاع رابر دان، يعني العيان عملت له ريستوريشن ما فيش منه مشكله، بس مكان الكلام هو اللي عامله الم في الجنجفا، او الماتريكس باند او الويدج اللي انت بتركبه خلاص، او انت بتعمل سيبريشن يعني ايه؟ يعني الكونتاكت نارو فانت عايز توسعها شويه عشان تعمل ريبيلدنج للبروكسيمال، فانت حتحط ويدج اكبر شويه عشان تعمل ميكانيكال سيبريشن، ده بيبقى مؤلم برضو. الريتراكشن كورد وانت بتركبه عشان ناحيه الجنجفا. البريشر اثناء الامبريشن، الاجزاء البوردرز بتاعت التري لما تعمل بريشر على الجنجفا برضو بتعمل بين خلاص. طيب اقلل البين ده ازاي؟ اول حاجه التوبيكال انستيزيا عشان ادي لوكال انستيزيا، تمام، او سيديشن او جنرال انستيزيا او هيبنوزيس او اوديو انالجيزيا. طب ماشي، السيرفس انستيكس اللي هي التوبيكال، اللوكال انستيزيا عارفينها، السيديشن هي عباره عن ايه؟ سيداتيفز مهدئات، جنرال انستيزيا عارفينها اللي هي بتاعه المستشفى، هيبنوزيس منومات، والاوديو انالجيزيا اللي هي ايه؟ عباره عن انه بيسمع ميوزك او بيسمع حاجه قران او اي شيء بيهديه، فبالتالي البيشنت بيبقى مور ريلاكسد. طيب اوكي انتوا سامعين كده يا جماعه وفاهمين الامور ماشيه لحد دلوقتي؟ تمام يا دكتور. حد عنده سؤال؟ لو هدي سيتيف ميديسن مثلا فالتريم او حاجه، ازاي احدد الجرعه وازاي مثلا ان انا هبعت الروشتة ان انا اوصف العلاج ده للبيشنت؟ هنوصل للسيتيفز دي دلوقتي على طول. طيب هل في ريليشن ما بين اللوكال انستيزيا والسيستميك مشاكل سيستميك؟ اه، الكارديوفاسكولار سيستم طبعا انت بتدي انستيزيا فيها فازو كونستريكتورز، فبالتالي ممكن دي في حد ذاتها لو انت بتدي انفيرو الفولر وديت في بلاد فيسل ووصل للهارت، ممكن العيان يحصل له فينتنج، يبدا يهبط شويه، ديكريزنج في البلاد بريشر. ليه؟ لان الفازو كونستريكتور الموجود في الانستيزيا بدا يدخل على السيستميك، تمام، فبدا يدي سي ان اس اوردر بان يحصل ايه؟ فازو كونستريكشن. طيب السنترال نيرفس سيستم، الناس اللي عندهم مشاكل في البرين ايه اخبارهم، والناس اللي عندهم جلطات ايه اخبارهم برضو مع الفازو كونستريكتور ده. الريسبيراتوري سيستم، واحد عنده ازمه برونكيال ازمه، يعني تاثيرها مع الفازو كونستريكتور ما بيبقاش قوي مقارنه بحاجات ثانيه. الناس الرينال برضو، الهيباتيك ديسفانكشن، كل دي حاجات بتتاثر بس بنسب، يعني يبدا التاثير يزيد لما تدي مثلا 3 امبولات 4 امبولات. لو انت بتعمل امباكشن، بتعمل سيرجري كبيره واحتاج اكتر من امبوله، يبقى دي ممكن تعمل مشاكل. الثايرويد، الناس اللي عندهم over secretion من الثايروكسين، دول هم اللي ممكن يحصل لهم كرايسيس، تمام، فبالتالي لازم تتاكد ان ايه؟ ان الدكتور بتاع الثايرويد بيعالج كويس، وانت هتدي انستيزيا بلان انستيزيا ما فيش فيها فازو كونستريكتور لو كان الثايروكسين مستواه عالي في الدم، تمام، عشان انت كده ممكن تزود افراز الثايروكسين فتزود مشكله الثايرويد. لكن لو كان هو شايل الثايرويد عامل لها جراحه، او لو كان عنده نقص في افراز الثايرويد فما فيش مشكله. الايج هتقلق منه بس مع الاطفال، تظبط الجرعات لان ليها علاقه بالوزن. هم الانستيزيا الحقيقه قليل شويه يعني، ولو حصل هتدي كورتيكوستيرويدز زي ايه؟ زي ايه؟ حكر زي ايه؟ تجاوبوا معايا يا اخوانا. مفيش؟ فورتيكورتين مثلا. يا رجاله. مع حضرتك يا دكتور بس مش عارفين. طيب ماشي. الرجي بريجنسي
برضه في البريجنسي في انواع مثلا ايه زي الميبيفكاين اللي هو ميبيفكاين اللي هو البنج الاخضر بتاع شركه اسكندريه ده كاتيجوري سي في البريجنسي، افضل منه الليدوكاين ده كاتيجوري بي. تمام، هتلاقيه في بنج اسباني كان بينزل في فتره وفي بنج كندي وحاجات زي كده. الكندي ده بقى هو اللي الماده الفعاله بتاعته اسمها ليدوكاين، يبقى الليدوكاين مور سيف عن الميبيفكاين اللي هو بتاع شركه اسكندريه. طيب انا اقلق منه يعني، هل انا اقلق منه في البريجنانسي؟ لو هدي مثلا امبوله واحده ولا حاجه ما فيش مشكله، لكن لو انا هدي اكتر من حاجه او العيانه اصلا عندها ثريتند ابورشن، يعني ايه؟ يعني عندها قبضات في الرحم وامكانيه ان هي يحصل لها مشاكل في الحمل وارده، يبقى ساعتها ما احاولش ان انا اشتغل حاليا، اعمل ايه؟ اثبت الامور بس. لو كان مثلا ادي انالجيزكس ادي انتيبيوتكس لحد الامور ما تستقر ودكتور النساء يسمح لي ان انا اشتغل. تمام. طيب السيرفس انستيزيا مهمه قبل ما تدي لوكال انستيزيا. توبيكال جيل اللي هتحطه الاول تستنى عليه من 10 ل 20 ثانيه لحد ما يشتغل. استريتش الميكوزا، شد الميكوزا كويس، ابدا ادخل بزاويه 45 بالنيدل بالراحه جدا وابدا اعمل انجكشن بالراحه وطلع الابره بالراحه. خلاص، الناس اللي عندهم ثايرويد هم اهم حاجه في الموضوع ده. واللوكال كونديشن، يعني لو واحد عنده ابسس ما تديش انجكشن في الابسس لانك هتعمله سبريد. تمام، تدي ايه؟ نيرف بلوك، سواء ابر سواء لور. طيب الكارديو فاسكولار وهايبر ثايرويديزم الكلام ده قلناه. طيب اللوكال انستيزيا ايه مميزاتها؟ البين ريليف، مفيش الم، بتشتغل من غير العيان ما يحس، وكمان ريلاكسيشن للماسلز بتاعه الماستيكيشن، فتلاقي العيان عارف يفتح بقه بشكل اسهل. كمان تشتغل لمده اطول من لو هو مش واخد انستيزيا، هيبدا كل شويه يحس بالم. الفازو كونستركتور هيقلل البليدنج تندنسي والعيان هيحس بالامور افضل ويستحمل، لانك بتركب ويدج وبتستخدم كلامب وبتستخدم كل الكلام ده. يبقى قدرتك على انك تعمل المهمه المطلوبه منك هتكون اسهل. خلاص تمام. السيداتيفز في منها الاورال والانترافينوس والانهيليشن. يا جماعه احنا السيداتيفز والهيبنوتكس دول بيتاخدوا اندر سوبرفيجن اوف سبيشاليست، يعني انت هتديهم تحت اشراف حد بيدي جنرال انستيزي من بتوع العنايه المركزه، دكاتره العنايه المركزه. فانت لو شغال في مستشفى وعندك طفل مش قادر تسيطر عليه، هو هيجي يديله سيداتيف بطريقته الخاصه وانت تشتغل. انت كدكتور اسنان مش هتحسب جرعات ولا هتدي حاجه انترافينوس ولا انهاليشن ولا الكلام ده كله، هو اللي هيعمل لك ده بطريقته وهو شغله. هي الوزن قد كده، هو ليه معايير معينه بيعرف يشتغل بيها، بس انت تبقى عارف ان ده اسمه ايه وبيشتغل ازاي. دي صوره الانستيزيا طبعا، ماشي. ده صورة ايه؟ جنرال انستيزيا، العيان بياخد انهيليشن. طبعا ده في الاول شويه، في الاول بس لحد ما يبدا يركب التيوب. هيركب لك تيوب في الاورال كافيتي، يبدا تدخل لحد اللنج، وبعدين هيركب لك حاجه اسمها اورال سكرين. دي مهمه جدا. ايه الاورال سكرين دي؟ شاش مثلا 5 سم او 10 سم طويل كده، هو بيدخله في الثروت في زور العيان، ويبدا الطرف بتاعه يبقى طالع من بره، عشان انت لما تعمل ريستوريشن او تعمل اكستراكشن تعمل اي حاجه انت عايزها مفيش اي ديبرس تدخل في اللنج. وبعدين هيعمل ساكشن وينظف كل بق العيان الدكتور بتاع التخدير بعد انت ما تخلص، وهو اللي يشيل الاورال سكرين دي تاني اللي هي الشاشه اللي هو حطها في زور العيان بعد ما ركب التيوب. تمام. رينال ديسفانكشن طبعا معروفه، في قاعده معروفه في الرينال ان كل الجرعات بتتقسم، يعني العيان لو انت بتدي له انتي بايوتيك تركيزه 1 جرام هياخد نص، لانه عنده الليفر الفانكشن بتاعتها متاثره شويه. الثايرويد قلنا ما تديش حاجه فيها فازو كونستريكتور بقدر الامكان، او تدي بلان انستيزيا طبعا بيبقى تاثيرها ضعيف، خصوصا لما يبقى افراز الثايروكسين اكتر من اللازم. الاطفال والكبار هم المشكله معاهم، تعامل معاهم بحرص بقدر الامكان، وفي اطفال صغيرين بتضطر توديهم جنرال انستيزيا. الالرجي، لو العيان حصل له حساسيه من الجنرال من اللوكال انستيزيا بعد ما اديتها له، تعمل ايه؟ هتبان ازاي دي؟ احمرار في جسمه، دي في التنفس، طب تتصرف ازاي؟ تجيب كورتيكوستيرويدز زي الفورتيكورتين وتدي له حقنه منه، هيبدا الامور ان شاء الله تتحسن وتبقى خلاص القصه خلصت. في كمان طريقه ثانيه انك بتجيب ادرينالين، بس الادرينالين ده لازم يتخفف بنسبه 1 ل 1000 تقريبا،
فانت لازم تحله على محلول ملحي، وبعدين تاخد 10 سم تحلهم على محلول ملحي تاني على نص لتر ونص لتر، تخفف تخفف لحد ما تديله. بس ده بيتاخد ايه في السكن سب كيوتينيوس، ده لو الحاله لسه فضلت بعد ما اديت له كورتيكوستيرويد. طب لو العيان حصل له سنكوب بدا يهبط كده وحسيت انه بدا يغمى عليه، هتعمل ايه؟ ادي له برده كورتيكوستيرويدز، هيبدا يظبط معاه البلاد بريشر، باستثناء لو كان عنده اصلا هايبر تنشن بيتعالج من الضغط، لان ممكن الكورتيكوستيرويدز دي ترفع ضغط الدم عنده. تمام. طيب امال ايه اللي على جنب الشمال دي يا دكتور بعد اذنك؟ ايوه، ما هو انت بتريح العيان خالص بحيث دماغه تبقى في مستوى بطنه، وتبدا ترفع رجليه شويه عشان البلاد يبدا يوصل للدماغ وخلاص، ويبدا هو بيبدا يفوق بعد 5 دقائق ولا حاجه. الامور طولت شويه، ابدا ادي له حقنه فورتيكورتين، هتبدا الامور ان شاء الله تكون احسن. عضل يا دكتور؟ عضل. تمام. طيب دكتور بعد اذنك، هو مفيش ادرينالين بيجي مخفف اديه على طول، ولا لازم انا اللي اخففه في الاول؟ لا، غالبا انا اللي بخففه، الامبوله بتيجي مركزه، مفيش ادرينالين مخفف. تمام. الكورتيزون يا دكتور، طيب ينفع الديكساميثازون ولا ما ينفعش؟ ايوه، هو الديكساميثازون، ما هو الفورتيكورتين ده عباره عن ديكساميثازون. تمام يا دكتور. تمام. طيب زمان كانوا بيقولوا اني في البريجنانسي اول 3 شهور نحاول ما نشتغلش، واخر 3 شهور ما نحاول ما نشتغلش، وان الشهور الوسطى هي الافضل. هي ظاهريا كده للشغل الكتير، يعني انت هتعمل اندودونتيك تريتمنت او جلسات او الكلام ده، الثلاثة الاولى لسه الحمل في اوله، الطفل بيتكون، الثلاثة الاخرانيين مهمين في تكوين جهاز الريسبيراتوري سيستم وفي الدليفري بعد كده، فمش عايزين نشتغل فيهم، لكن من اول يوم لاخر يوم ينفع نشتغل لحالات البريجنانسي. ما فيش حاجة اسمها نستنى الشهر الرابع، نستنى الشهر الخامس خالص، الا لو عندي شغل كتير او ان البيشنت ده عنده مشاكل اصلا في الحمل، فامكانيه انه يحصل له ابورشن وارد، يبقى ساعتها اشتغل تحت اشراف او بعد استشاره دكتور النساء، ويكتب لي تقرير اني اشتغل والحاله امنه وانا مطمن على القياسات معينه بتاعت الطفل وكميه السوائل اللي حواليه ومفيش انقباضات في الرحم، فايتس اوكي انت تشتغل. قلنا اني الليدوكاين هو كاتيجوري. طب يا دكتور معلش يا دكتور، في الحمل هبدي نفس نوع البنج اللي انا بديه في الحالات العاديه ولا ليها نوع معين؟ انا لسه بقول لك الليدوكاين كاتيجوري دي، يعني هو ده، يعني ان منظمه الصحه عامله تصنيف للادويه اللي العيان بياخدهم. تمام. فكاتيجوري سي اسوا، هتلاقي ايه؟ هتلاقي الميبيفكاين اللي احنا البنج الاخضر ده ميبيفكاين، ده كاتيجوري سي، يفضل ان العيان البريجننت ما ياخدوش، لان الليدوكاين احسن منه مع البريجننت. تمام. الليدوكاين ده ايه؟ الليدوكاين ده الماده الفعاله اللي بتبقى موجوده. طب هل المشكله في الفازوكونستريكتور؟ لا، الفازوكونستريكتور ما بيعملش حاجه للبريجننت، هو مشكله الفازوكونستريكتور مع الناس اللي عندهم ثايرويد بس. اوكي. الناس اللي بيقلقوا شويه او بيتوتروا شويه، المفروض انك تتعامل معاهم بحرص شديد، تديهم مهدئات، وممكن العيان ياخد قرص مسكن قبل ما ينزل من البيت لو كان هو بيخاف اصلا من الاسنان. طبعا اللوكال انستيزيا هتدي لك كوبريشن، تعاون من المريض معاك بنسبه كبيره، وبيقلل التوتر. بعد اذنك يا دكتور، مش حاسس، اتفضل. طب الارتكاين بيكون كويس طيب ولا ليه تاثير سلبي في الحمل؟ كاتيجوري سي، سي ارتكاين كاتيجوري سي، الليدوكاين كاتيجوري بي. طب انا ما عنديش غير ده، خلاص هديه بس بجرعات قليله، يعني واعمل تباعد ما بين الجلسات، يعني مثلا ما اعملش الواحده بريجننت النهارده افتح الاكسس بتاع الاندو وبكره اعمل بريبريشن وبعد بكره اعمل مش عارف، لا يعني مثلا مره في الاسبوع، ولو انا فتحت ينفع ان انا اخلص اوبتيوريشن النهارده اخلص. لا طب مثلا ده سنجل توز سنجل روت، طب لا ده هي ثريتند ابورشن، اعمل اكستربيشن واحط ميديكامنت من جوه وامشيها شهر ولا شهرين تكون خلصت الحمل بتاعها لو كانت في الاواخر، يبقى انا اتعامل بالمنطق مع الامور. ده لو كانت حالتها ثريتند، لكن ينفع من اول يوم لاخر يوم تشتغل في الحمل بس بايه؟ باحتياطات، لكن انت مش هتعمل حاجه تضر البيبي خالص، لكن التوتر اللي العيان بيبقى فيه لازم يبقى في حسبانك، ان المريضه ممكن تكون متوتره، ده في حد ذاته ليه تأثير سيء عليها، هيطلع أدرينالين من جسمها، ودي حاجة مش مطلوبة حاليا. طب اللوكال أنستيزيا من مميزاتها إنها بتقلل السليفري فلو، بتدي لك فرصة إنك تشوف الأوبريشن بشكل أفضل وأوضح. في سؤال؟ طيب
هيموستيزيس يعني ايه؟ يعني انت لما بتدي مثلا انستيزيا في الجنجيفا اول اراوند ذا توس اي بليدنج منها بيكون اقل. ليه؟ لان في فازو كونستريكتور خلاص، في مثلا ريتراكشن كورد انت بتجيبه وتركبه قبل ما تحط ريستوريشن او انت بتعمل بريباريشن، ده بيبقى فيه فازو كونستريكتور. لو ما فيهوش ممكن تفضي جزء من الانستيزيا عليه وتعمله وتعمل وتستناه لحد ما يحصل له ساتوريشن يتشرب وبعدين تعمله ديبوزيشن. يبقى انت كده استعملت الفازو كونستريكتور اللي موجود فيه في انه يقلل بليدنج تندنسي. تمام، ده بقى حاجه اسمها اوستين، ده بون هيموستاتيك ماتيريال. عباره عن ايه؟ احد مكونات العظم. ده بيساعد في اني وانت بتعمل امباكشن مثلا وبدا يحصل بليدنج في مثلا ارتريز قريبه منك بدات تطلع بليدنج او فينز، فبالتالي انت بتجيب الاوستين ده او ليه اسم تاني اسمه بون واكس. تمام، ده ماده بعد ما بتخلص خلصت بتبدا تحط البون واكس ده توقف البليدنج بيه وتبدا تعمل غرز وتقفل الجرح لو كنت شغال في سيرجري. اوبرتيف افيشنسي، اللوكال انستيزيا بتدي لك فرصه انك تعمل ريستوريشن بشكل احسن لانك قادر تشتغل من غير العيان ما يحس، ما بيتحركش، انت مركب ساكشن فمش هيقعد كل شويه يمضمض ولا القصه دي كلها. اوبريشن ايمرجنسي بروسيدجرز، ممكن الحكايه بتاعت الفينتنج، العين حصل له فينتنج او سينكوب فازو فيجال اتاك، ليهم ثلاث اسامي فينتنج او سينكوب او فازو فيجال اتاك. بمعنى ايه؟ بمعنى حصل ديكريز في البلاد بريشر بتاع العيان فالبلاد مش واصل لدماغه بشكل كويس. تعمل ايه؟ تريح العيان في سوباين بوزيشن، يعني بتنومه خالص ويفضل انك ترفع رجليه شويه، حاول تعمله فريينج للاير واي. يعني ايه؟ يعني مثلا عيان لابس كرافته، لا يفك الكرافته شويه، جنبك شباك تفتحه، لو في تكييف يبقى شغال، الكلام ده كله ماشي. طيب ليه درجة حرارته بتنخفض؟ يبقى ممكن يكون انت محتاج انك ايه تعمل بقى تدفيه، تعمل وورمينج، تغطيه بحاجة، تطفي المروحة، تدفيه شوية عشان يحصل له وورمينج، لان هو لما يبدأ درجة حرارته تنخفض السنكوب بياخد وقت اطول شوية. تمام، وتبص على الفيتال ساينز، يعني تقيس النبض، تبص على القلب، تبص على التنفس وتطمنه، قول الموضوع بسيط ما فيش حاجه ما تقلقش انت كويس، قيس النبض قول له النبض بتاعك تمام، قيس البلاد بريشر، يبقى عندك جهاز ضغط في العياده مهم جدا يعني عشان تبقى عارف الامور هتمشي بانهي طريقه. الامور طولت شويه ابدا اديله ايه؟ كورتيكوستيرويدز. طيب السوباين بوزيشن ممنوع في حالتين، ممنوع للبريجننت خصوصا في الشهور الاخيره، تعمل سيمي سوباين بقى، ده يعني ما تنامش الكرسي على الاخر، بيبقى ايه؟ يبقى مرفوع شويه، يبقى سيمي سوباين بوزيشن. والناس اللي عندهم هارت ديزيز، لان لو عنده فالف او حاجه ممكن الهارت بتاعه يتاثر نسبيا. خلاص؟ طيب التوبيكال انستيزيا قلناها، الهيبنوتكس بقى الدكتور برضو بتاع التخدير ممكن بيدي العين منوم بطريقه معينه، بس الهيبنوتكس وال اسمه ايه ده السيداتيفز الاثنين محتاجين معاهم لوكال انستيزيا. يعني هو هيديله منوم بس العين ممكن يحس بالالم، فبالتالي تديله لوكال انستيزيا وانت شغال، فممكن يديله منوم في المستشفى علشان خاطر تقدر تشتغل. طبعا ده الترامادول ده اللي هو ايه المهدئ الناس بتاخده. الجنرال انستيزيا دي في المرحلة ما بعدهم بقى خلاص لازم ندخل جنرال أنستيزيا، فهو بتعمل له حاجة اسمها فيتنس. يعني إيه فيتنس؟ يعني إن العيان ده أو الطفل ده أو الراجل الكبير ده أو الست دي أي حد فيهم خلاص مش هو فيري أبريهنسيف أو أنكوبرتيف أو عنده إبيليبسي أو عنده مشاكل منتالي أو طفل صغير أنكونترولد، فبالتالي محتاجين ندخله جنرال أنستيزيا. فهيكشف عليه دكتور لو طفل صغير دكتور أطفال، هيقيس لك النبض والبلس والريسبيريشن والهارت ستيتس وكل حاجة ويقول لك هو فيت فور جنرال أنستيزيا. تاخده تروح المستشفى تبقى مجهز مع دكتور التخدير هينومه لك ساعة أو ساعتين، تخلص كل تصليح أسنانه ويمشي. او لو حد كبير هتعمله سيست، هتعمله لو السيستك ليجن داخل لجوه مثلا ناحيه البون واللوكال انستيزيا الدبس بتاعها مش هيوصل، لو هتعمل مثلا شغل كتير لبيشنت فيري ابريهنسيف يبقى هتدخله جنرال انستيزيا. فبتاع البطنه بيعمل لك فيتنس، بيقيس له النبض وكل الكلام ده. هتشتغل في حاجه فيها بلاد، هتعمل ايه؟ هتعمل صوره دم وهتعمل بروثرومبين تايم، بروثرومبين كونسنتريشن، خصوصا لو انت قلقان من البليدنج، واحد متوقع ان يبقى عنده بليدنج لو كان بياخد انتي كواجولانت، يعني الناس عندهم بتاع ده كارديو فاسكولار سيستم ديزيز
عندهم مشاكل في البلاد فيسلز، عندهم مشاكل في القلب، دول بياخدوا انتي كواجولانت، فانت لازم تعمل له بروثرومبين تايم كونسنتريشن عشان تتاكد انه ينفع انك تشتغل. المفروض الكونسنتريشن ما يقلش عن 70%، الطبيعي انه يبقى 100، ما يقلش عن 70. والاي ان ار هيجي لك معاه حاجه اسمها اي ان ار، المفروض انها واحد يعني ممكن تبقى واحد وواحد، واحد واثنين من عشره ينفع. والتايم المفروض انه 11 ل 13، ده الافرج اللي اشتغل فيه. بدا يبقى برولونج التايم يبقى 15 يبقى 17، يبقى تعرف ان في بليدنج تندنسي عاليه. تمام، ده الجنرال اناليسيس. الاوديو انالجيزيا بقى هي طريقه ان العيان لما بيسمع اي ميوزك او بيسمع حاجه بتريحه، فهو البين ثريشولد بتاعه بينخفض، احساسه بالالم بيقل، دي حاجه بتريحه في الاثناء احساسه بالالم. تمام، اي مكان في كونديشن او مشكله ابسس او سيست او كده، ما تحاولش انك تدخل فيه وتدي لوكال انسيز عشان ما تزودش السبريد اوف ذا انفكشن. احنا النهارده عرفنا ايه اسباب الالم وايه الطرق اللي نتفادى بيها حدوث الالم ونقلله ازاي باكتر من طريقه مختلفه. تمام، في اي اسئله في المحاضره يا جماعه؟ دكتور بعد اذنك، لو مثلا في ديب كيرز، ايه افضل طريقه ان انا اشيله بيها؟ ان انا اعمل اكسكافيشن ولا انا استخدم لوز بيت كنترول؟ لو هو سوفت يبقى هتشيله باكسكافيتور، ده افضل حاجه. لو هو هارد يبقى بلارج راوند بير، بس ما يكونش شارب. تمام يا دكتور. طب وانا بعمل اكسكافيشن، عملت بين بوينت بالب اكسبوجر بس ما كنتش شلت كل الكيرز حوالين الاكسبوجر اللي عملته، هل كده خلاص انا ادخل اندو ولا لا؟ اعمل استرايزيشن، اعمل استرايزيشن للمكان ده بسلاين، نقطه سلاين، وسيبها عليه وابدا شيل باقي الكيرز، وابدا اعمل كابنج لو كان الهيستوري بتاع العيان بيقول ان البين مايل تو مودريت، لو سيفير بيصحيه من النوم في بليدنج شديد او معاه بين وذ بيركشن او معاه اكس راي فيها بري ايبيكال ليجن، يبقى انت لازم هتكمل اندو. تمام، طب لو مثلا معيش غير كالسيوم هيدروكسيد ومش متوفر معايا ام تي، هل هيبقى نسبه النجاح، اتوقع نسبه نجاح ولا لا؟ ان انا كده هحط ايه؟ طيب ما هم دول اللي هينفعوا. لا اقصد يعني انا لو استخدمت كالسيوم هيدروكسيد احتماليه نجاح البالب كابن هتبقى اقل بكتير ولا في احتماليه كبيره عاليه؟ يعني مش للدرجة يعني، مش الفروق ما بينهم زي ما انت متخيل. لا، الكالسيوم هيدروكسيد ينفع وهو بيز لاين في الشغل بتاعنا، ما فيش منه مشكلة. ممكن استخدمه وان فيزيت، يعني اعمل على طول بالب كابنج واحط فاينل ريستوريشن. ايوه، فضل تحط تندر ريستوريشن في الحاله، في الحاله اللي كان فيها كيرس كتير دي، وفضل تحط تندر ريستوريشن. تمام، في نوعين من الكالسيوم هيدروكسيد، الديكال والسيكال تقريبا. الديكال احسن. ايه الفرق بينهم؟ الديكال افضل في كل حاجه، في الميكس بتاعه، في الميكس بتاعه اسهل كشركه، هو افضل. تمام يا دكتور. اسئله تاني؟ معلش يا دكتور، السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. ما هو نفس برضه البين بوينت وكل حاجه، وحطيت ام تي اي وبنيت بعد كده جلاس انومر، والبيشنت قعدت اسبوع كامل من غير الم، بعد كده بدات يظهر عندها الم جامد، ده كده معناه ايه؟ ده دي فايدة الفولو اب. ده معناه ايه؟ معناه انك لما شلت الكيرز الاول حصل بين ريليف مؤقت، لكن الانفلاميشن اللي جوه كان في اماكن فيها نيكروزيس. النيكروزيس ده بدات المايكرو اورجانيزم اللي فيه تنشط. يبقى انت لازم تقول للعيان احنا متوقعين ان احنا هنعمل حشو عصب، بس احنا بنحاول نصلحه من غير ما نعمل حشو عصب، فهنعمل متابعات عشان كده. طب هو كان جامد بعد كده بدا يقل، فولو اب برضه، لانه ممكن يكون بدا يقل حصل سبريد للنكروزس، او بدا يقل حصل امبروفمنت، فاعمل اكس راي لازم عشان تتاكد ان المكان بتاع الاكسبوجر بدا يقفل، وتتاكد ان البري ايبيكال اريا لسه نظيفه ما فيش فيها حاجه تقلقك يعني. شكرا حضرتك، الله يخليك. كان في سؤال يا دكتور بار، كان في سؤال في الفيتاليتي بتاعت التوس. ايه افضل تيست ممكن اعمله، السيرم اللي هو السيرميكال ولا الالكتريكال؟ يعني بص، لو السيرميكال كلنا السيرميكال مور بريدكتبل، يعني احنا بنعتمد عليه بشكل افضل. لو ما عندكش الجهاز بتاع البلب تيستر، وغالبا يعني مش هيبقى عندك، فانت السيرميكال تيست هو الاحسن بالنسبه لك.
وفي طريقه احيانا بنعملها لو السنه دي فيها كافيتي او فيها ريستوريشن بتبدا تشتغل من غير انستيزيا بطريقه اسمها كافيتي تيست. كافيتي تيست فانت لما تبدا تشيل الكيرز، شلت الكيرز وشلت كل حاجه وبدات تدخل في البلب والعيان مش حاسس، يبقى السنه نيكروتيك. اول ما وصلت للسولد دنتين بدا يحس، يبقى دي فايتال خلاص اتحلت تمام. لكن بتحتاج التاني لما تبقى السنه واخده تروما وعايز تقيمها هل حصل نيرف ديستراكشن ولا لا يا نعمان. يا دكتور مع حضرتك احنا كده كام واحد؟ احنا كنا 80 من شويه وبقينا 71. جميل. طيب الامور يعني في ناس بعت اسئله، امتى امشي كيرز قريبه وامتى اعرف اذا كان ينفع البلب؟ يعني احنا الكيرز لازم نعرف حاجه مهمه، الكيرز لو كان هارد فاحنا بنميل اكتر ان احنا نسيبه لو ما كانش معاه حاجات تانية قريب من بلب مثلا، لو ما كانش عامل اكسبوجر الهارد اقرب ان احنا نسيبه. افضل طريقه في الايزوليشن الرابر دايم طبعا. في اسئله تانية يا جماعه؟ دكتور بعد دايركت بلب كافينج هندي اي ميديكيشن للبيشنت؟ ندي له اي ادويه بعد الفيزيت؟ انتي انفلاماتوري خلاص، بتدي انتي انفلاماتوري بس وخلاص. طيب انتي بايتك مش هيحتاج لو حصل سبريد للبكتيريا ولا حاجه؟ ما احنا عم مستنيين نشوف هيحصل ولا لا، بس الانتي بايتك دوره في الحاله دي مش هيبقى كبير. تمام. طيب الانتي انفلاماتوري نديها يعني ايه نوعها؟ اسمها ايه؟ ممكن تدي امبيزين، تدي الفنترن لو كنت قلقان شويه من البلب، وممكن تدي انالجيزك بس، وهيشتغل انالجيزك وانتي انفلاماتوري زي الكاتافلام والبروفين. تمام يا دكتور، شكرا. الله يخليك. مين تاني عنده سؤال؟ افضل طريقه